رح ننطلق مشاهدينا بمشوارنا على بلدة إهمج بقضاء جبال مع رئيس بلدية إهمج الأستاذ نزيه أبي سمعان. صباح الخير أستاذ نزيه. صباح الخير. أهم شيء ما يكون في قواص اليوم بالفقرة دخيلة. طبعا لا، اليوم بس بلدية عم نحكي. بس بلدية اليوم. نعم. أستاذ نزيه، بدك تعرفنا أول شيء على إهمج، وين بتوقع، كيف منقدر نوصلها؟ أول شيء بدي بلش بتحية كتير كبيرة لأستاذ ميشيل المر ولإدارة الأم تي في ولجمهوركم الكريم. اهلا وسهلا فيك. لانه الام تي في خلال مهرجاناتنا وكل شيء عندنا باهمج ممكن نعوز ونطلعه للاعلام عم بيكون لكم يد كبيره فيه، وشكرا. اهلا وسهلا فيك استاذ نزيه. اهمج ضيعه بمنطقه جبال، بجرود منطقه جبال، بعيده عن بيروت 60 كيلومتر، عن جوني 40 كيلومتر، عن جبال 18 كيلومتر. عنا يعني منوصل لها بقد ايه وقت من جبال استاذ نزيه؟ مش كثير. بدنا من جبال تقريبا شي ربع ساعة بنكون بإهمج. نعم. طريق إهمج بتودي إلى اللقلوق كمان. مزبوط مزبوط، على مركز السياحي، على بتودي على تنورين، العقورة، لكل المناطق الجبلية. كنت عم تخبرني من شوي إنه إهمج بتوصل لبعد اللقلوق، يعني وكأن طريق إهمج هي بتمرق مرورا باللقلوق واللقلوق حد الطريق. إهمج بتبلش من حد المحبسة مرشار بالعناية، بتوصل لمفرق تنورين. نعم. يعني نطاقنا كتير كتير واسع وكتير كبير. نعم. في أوتوستراد جديد انعمل مؤخرا بيوصل على المناطق جرود جبيل، إهمج، تنورين واللقلوق. مزبوط، هيدا الأوتوستراد عمره من عمري. عم نشوف على الشاشة استاذ نزيه. نعم. إهمج من فوق، يعني منطقة مزبوط. جميلة جدا، هي اللي بتوقع على كعب الوادي تقريبا. هيدي هي إهمج بوسط الوادي. نعم، بخبر المشاهدين انه إهمج مسقط رأسي ولا لا؟ بليز. بليز. نعم. بقى الأوتوستراد اللي نعم. يلي بيوصل على الأوتوستراد، كنت عم بقول عمره من عمري، يعني سنة الـ 64 استملك ودفعوا الاستملاكات للناس وظل تنفيذه لسنة 2009. نعم. وقت اللي اجى الوزير الصفدي وزير اشغال، كانت هي اول خطوة بتنعمل انه بيتلزم هالمشروع. تلزم للأسف لمتعهد حط سعر مش منطقي، رجع بعدين ما مشي الأوتوستراد، تغيرت الوزارة وصار فيه الوزير غازي العريضي كمان يلي موجه له تحية كتير كبيرة، لأنه عمل إهمج مثل ضيعته. نعم. بالفعل ما في طلب محق طلبناه إلا ما أخذناه منه، وبلش المشروع. وبلش مشوارنا بموضوع الأوتوستراد. نعم. هالأوتوستراد يعني كأن كان على بناء طلب خاص. الأوتوستراد إنه بمراجعة من البلدية وكتير ناس خيرين من الـ 64 لوصل دورنا نحن بالبلدية تتنفذ هالمشروع. تنفذ طبعا بدعم من فخامة الرئيس، لأنه ما كان في الأموال اللازمة لأنه يعملوا اللي عملوه هلا. نعم. وبمواكبة ودعم كبير كثير من الوزير غازي العريضي وكل الخيرين ونواب المنطقة. نعم. والجميع. ولكن مش الأوتوستراد لحاله يلي قوى منطقة إهمج أستاذ نزيه، هو الإنماء مبلش بإهمج ومبلش بقوة آخر سنين. رح. نعم. نحكي عن عدة مشاريع عم بتقوموا فيها بإهمج. بتحب نبلش بمشروع المي؟ في عندكم مشروعين للمي، مي للاستعمال اليومي بالمنازل. نعم. ومشروع تاني للمي هو المي للري. نعم. إهمج كان عندها بروبليم كتير كبير إنه ما فيها مي. في عندنا مصدرين مي، مصدر الأول من نبع المخاض اللقلوق اللي هو بيكفي لمية بيت فقط، والمصدر الثاني اللي هو من مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان اللي هو كل يومين ثلاثة بيعطونا إياها ساعة أو ساعتين، اللي هي ما بتكفي أبداً، يعني سيترنات رايحة سيترنات جاية على إهمج. من مثل كل هالمناطق. نعم يعني مثل كل هالمناطق. اولا بتاثر على الناس على الوضع الاقتصادي لمادياتهم. نعم. في البير. نعم. الارتويز كنا عم نشوفه من شوي. اي نعم. والموضوع الثاني اللي هو مشكله انه على طول الناس خيفين ما في مي، ما حدا بيقدر يزرع اي شيء. نعم. سعينا مع وزاره الطاقه والموارد المائيه لدقينا بير
منهم قادرين يجهزوا، نحن كبلدية مش قادرين يجهزوا. عم نشوف عمل الخزانات يلي ضخم كمان. مزبوط. التجينا لمؤسسة الوليد بن طلال، وكمان موجه تحية لمعالي الوزير الصلح ليلى الصلح، جهزت البير. بعد عنا الشبكة، شبكة الامدادات. نعم. كمان حكينا مع البعثة البابوية، كمان موجه تحية لأستاذ عصام بشارة. نعم. اللي هن ساعدونا تعملنا شبكة كاملة لأهمج كلها. ابتدى المشروع على الأرض. صار له هلأ فترة، يمكن والنتيجة أكيد صار له شي 6 سنين تقريبا. عنا هلأ لكل بيت متر مي على مدار 24 ساعة. نحن ما في شيء اسمه ستار الماء اليوم بفوت على ضيعتنا اهمج. نعم، يعني قد ما نحكي المواضيع كثيره اليوم ان شاء الله يقضينا الوقت. نعم. استاذ نزيه. نعم. في السياحه البيئيه وفي مشروع ارز اهمج. نعم، بس بعد في شغله واحده. نعم. بحب اقطع، نحن هلا عم نعمل كمان بحيرتين كبار للري، بحيره بدعم من البعثه البابويه اللي هي قيمتها 190,000 يورو، وبحيره ثانيه من مشروع الاخضر اللي هي قيمتها 245,000 يورو. هلا البحيره للبعثه البابويه اللي مقدمين البعثه البابويه انتهت، هلا في البحيره الثانيه بلشوا فيها او رح يبلشوا فيها هذا الاسبوع. يعني الدعم الخارجي قوي كثير عندكم. نعم، السياحه البيئيه وارز اهمج استاذ نزيه. نحن ناقصنا كمان حديقه عامه، ناقصنا، عندنا طبيعه رائعه، عندنا شجر نادره مثل العزر والسنديان وغيره، عندنا والطقس بجنن كمان. طبيعي طبيعي. نعم. انت ما فيك تقولي الا هيك عم ضيعتي شهادتي مجروحه، شو بدي اعمل؟ خلينا هيك. عم نشوف مدخل. نعم. لارز اهمج. هيدا ارز اهمج عملنا فوق اوبرج، في منامي تقريبا ل 24 شخص بداخله. نعم. كمان في مهرجان كان هون او لا لا افتتاح؟ مش مهرجان، عملنا افتتاح هالبارك برعايه اطفال اهمج. نعم. منشان يكتشفوا الطبيعه اكثر. مزبوط مزبوط. نعم. وفي اوبرج صغيره، الاوبرج صغير، جبنا كرفانات حطيناهم كمان فوق بين الاشجار وبالطبيعه منشان المنامه. مزبوط. في العاب تيروليان، اسكالاد، بسكليت، جبنا البسكليتات اللي هن لهم 3 مقاعد واللي لهم مقعدين، الاشياء اللي خارج سياحه يعني الناس يشوفوها. نعم. كمان بنفس الوقت عملنا 12 طريق للمشي. هول 12 طريق للمشي بيوصلونا على 12 ضيعه. نعم. يعني على دوما، على تنورين بلعه، على ارز جيج، على جني، الى اخره. يعني 12 طريق يلي مشهورين على كلن هن مناطق يعني خارج الناس يروحوا يمضوا نهار فيهم او يخيموا فيهم، يعملوا بيكنيك، يعني كل المناطق يلي بيوصلوا عليهم. كمان حلو انه اهالي هالمناطق فوق وهالضيع فوق يكتشفوا ضياع بعضهم. نعم. يعني اليوم ما عاد عندك سبب تروحي على دوما الا اذا رايحه تعملي سياحه بيئيه. ما عاد عنده سبب ابن دوما يجي على اهمج الا ما يكون عنده كمان سبب السياحه البيئيه. نعم. عندنا ثروات رائعه، عندنا طبيعه بتجنن، حلو انه نقدر نكتشفها. قد ايه هالثروات استاذ نزيه عم بتقوي السياحه الداخليه والخارجيه؟ يعني هل السياحه الداخليه هي لحالها يلي عم تقوى او عم يجي كمان سواح من خارج لبنان او مغتربين من خارج لبنان؟ صراحه مغتربين اكثر وعم بتقوي السياحه الداخليه. نعم، صرنا كل الضياع عم نشوف من كل الضياع عندنا بقلب اهمج متواجدين ببارك اهمج. كل احد بتتفاجئي بتلاقي من كل ضياع المنطقه موجودين عندنا. نعم. وصدقيني نحن مبسوطين وعندنا فرح كثير كبير وهن كمان. نعم، وقتنا ما رح يساع، ولكن بدنا نحكي شوي عن المهرجانات وعن النشاطات التربويه كمان استاذ نزيه. نعم. نعم. مهرجان اهمج صار اخذ طني ورني. نعم. اي متى بلش؟ مهرجان اهمج بلشنا فيه من 3 سنين، بس بلشنا فيه على صعيد كبير دغري. بلشنا طلعنا فكرة تتمشى وسهر. نعم. عندنا شارع قدرين نسكره، سكرنا هالشارع، عملنا كيوسكيت على الشمال، عم نشوف صور من المهرجان، وكراسي وطاولات على اليمين. نعم. وبنفس الوقت عملنا زون تاني اللي هي مطعم مقبيل المسرح، وطورنا هالزون هاي. كمان عملنا زون ثالثة السنة مدرج للي ما بده يتعشى وما بده يكون بقلب الشارع، يكون مقابل المسرح دغري. يعني مجاني؟ قسم منه مجاني وقسم منه مش مجاني، لأنه هيدا عمل كتير كبير. يعني عم بيكون عنا بلشنا أول سنة بال 2500 شخص أول ليلة، وصلنا آخر ليلة ل 6000 شخص.
السنة الماضية وصلنا ل 17-18 ألف شخص، والسنة نفس الشيء. نعم. رغم السنة الظروف الصعبة اللي كانت موجودة. نعم. صراحة كل المطربين اللي عم بيكونوا عنا هن مطربين كبار. نعم. السنة كان عنا استاذ رامي عياش، كان عنا استاذ فارس كرم، كان عنا ست هيفا. نعم. مرقوا الصور كان قبل الكفوري. قبل ما نخلص. نعم. في عندكم نشاطات تربوية عم بتصير كمان؟ ايه اكيد اكيد، مثل امبارح كان عنا تكريم للطلاب بأهمج. كل الطلاب اللي اخدين مونسيون بيان بنعمل لهم حفلة، بنعمل لهم شيء تقديري من عنا، بيكون في شيء هدية مادية وهدية هيدي جمعية انماء اهمج هي اللي عم بتقوم فيها. يعني جامعين كل شيء، اسم الله عليكم. كتر خير الله. ان شاء الله دائما لقدام، والله يقويكم، وان شاء الله اهمج بتزدهر بعد اكثر واكثر. شكرا لوجودك معنا استاذ نزيه ابي سمعان، اهلا وسهلا فيك. شكرا، ميرسي كثير لك. شكرا. مشاهدينا نحن رح نرجع بعد هالوقفة الصغيرة.